النهاردة هنعمل ريسيت صيانة العربية سكودا كودياك 2021، الشاشة الجديدة زي ما انتم شايفين كده، بس اللغة عربي. انا عملت فيديو قبل كده كانت اللغة انجليزي، النهاردة هنعملها واللغة عربي. اول حاجة هنجيب بيانات القيادة، ندوس عليها، نقلب، نجيب مدى الكفاءة هنا كده، وندوس على السكرول ده دوسة طويلة لحد لما الشاشة بتاعته تطلع. اول ما الشاشة تطلع كده نسيب الزرار، هيجي لك بقى قائمة الخدمة. نيجي على ارجاع ضبط خدمة الزيت، ندوس عليها، موافق، تمام. نرجع على ارجاع ضبط الفحص، ندوس تمام كده. الصيانة اترستت، تطلع فوق كده تتأكد انها تمام، خلاص كده تمام. نرجع بقى تاني للأول، عايز تظبط الساعة، استعمل اي حاجة من هنا برضو، تمام كده.